مساء الخير او صباح الخير يا برج العذراء. طيب خلينا نبدا في الطاقه بتاعتك يا برج العذراء قبل ما افتح الورق. طبعا احيانا برج العذراء، لو انت حد بيتفرج على برج العذراء، هو احيانا بيطلع كلام ما بيبقاش، يعني هو بيداخله مش بيبقى حاسس الكلام ده، لكنه بيبقى عايز يقوله. بس حتى لما تيجي بعد كده تقول له انت قلت لي ان انت بتكرهني، يقول لك انا والله ما بكرهك، لكن هو قالها خلاص انا عايز اقول ان انا بكرهك. بالذات كمان بنات برج العذراء، عشان كده بيقولوا عليهم ناس ما بتعرفش تحب. برج العذراء بيقولوا عليهم ان هم ما بيعرفوش يحبوا، لكن في الحقيقه انا برج العذراء برج حساس جدا على فكره، وكمان مشاعره بيحب يحافظ عليها قوي وما يديهاش الا للشخص اللي يستحق فقط. حتى تلاقيهم ما بيدخلوش في علاقات عاطفيه كتير، لانه ما بيدخلش في اي علاقه عاطفيه، مش اي حد يعجب برج العذراء. ف برج العذراء بيطلع الطلعه خلاص خلصت، تشوف منه الوش اللي انت ما شفتوش قبل كده، تقلب القلب خلاص. فهو شايفك ان انت بتقلب عليه قلب وحشه قوي، ممكن يكون عندك حق، ولكن هو شايفك ان انت ما عندكش حق، بتقلب قلب عليه وما عندكش حق في هذه القلب. بص ماسك الخمس سيوف وهو بيمشي معيط، وانت خلاص بقى هو عيط احسن، يلا احسن انه عيط. هو شايفك كده، شايفك ان كلامك حاد يا برج العذراء، وانك بتحب تتلاعب بالكلام عشان تكسب المعركه في صفك. يعني زي يقولك انا بقلب الترابيزه على قدامي، هو شايفك كده بالظبط، بتقلب الترابيزه عليه. طب هو زعلان منك؟ هو مش زعلان. الغريب بقى ان هو مش زعلان، هو يمكن شايف فيك عيب. يعني هذه العلاقه هي علاقه مستقره، العلاقه دي ما فيهاش انفصال، يعني انا مش شايفه ان فيها انفصال، لان انت كمان مش منفصل عنه. ولكن هو شايف فيك عيب ان انت ساعات بتقلب عليه قلب وحشه قوي، وبتخليه يقلب الترابيزه عليه كأنه هو اللي غلطان وانت ما غلطتش. على فكره ده فن من فنون القتال النفسي، لعلمك يعني برج العذراء لو انت بتتفرج، انت عندك فن من فنون القتال النفسي. ايه هو القتال النفسي؟ ان انت تقلب الترابيزه على قدامك، تكسب المعركه في صفك بعد ما كنت انت خسران. والكارت ده كده، يعني انت لو ركزت في الكارت ده يا برج العذراء او اللي بيتفرج على برج العذراء، المعركه دي ما دارتش اصلا، هي ما حصلش اصلا معركه، اوكي، او ان الطرفين هما الاثنين ما تعاركوش اصلا، هما جم اتقابلوا في ساحه المعركه بس ما فيش معركه اصلا، وهذا الشخص خد السيوف وعمل نفسه كأنه هو اللي كسب ومحدش كسبان، لا هو كسب ولا الباقي كسب. فخلي بالك بقى برج العذراء من النقطة دي، يمكن انت تكون فيك مميزات كتير لكن انت فيك عيب، كلنا فينا عيوب عادي. هو زعلان منك؟ لا، ده هو شايفك السولميت بتاعه، بيحبك قوي قوي، عايز يعمل المستحيل عشان يرضيك، هو شاعر بانه مش عارف يرضيك. هو شايف العلاقة ازاي؟ شايفها مستقرة جدا وفيها حاجات حلوة، واعتقد دي ممكن تكون زوجة، لو انت راجل فهذه زوجة، او البنت دي باقية عليك قوي وشايفك زوج، شايفك هتبقى زوج ليها، هي خلاص استقرت عليك. واعتقد ان انت كمان، يعني انا عايز اشوفك كده، انت كمان بتحبها على فكرة، او انت كمان بتحبيه. يعني القراءة ممكن تكون عكسية يا جماعة، بس عشان محدش يجي يقول لي ايه، لا ده هو اللي بيعمل، ده هو اللي عنده النقطة دي. نشوف مشاعرك انت يا برج العذراء للشخص ده. انا خايفة يطلع ما تكونش بتحبه. انت انت في مشاعر جواك لهذا الشخص، بس المشاعر بتاعتك مشاعر متضاربة مثلا، يعني او مش عارف تستقر على مشاعر معينة تجاه هذا الشخص. هنشوف. طب انت شايفه ازاي؟ البيج اوف سوردز، انت شايفه ان هو بيعمل حركات بتخليك تقلب عليه. على فكرة الشخص ده اصغر منك في السن، ممكن تكون انت شخص عندك مكانة عالية او بتشتغل شغل مثلا اعلى منه، مثلا ممكن تكون ده حد بيدرس وانت خلصت وبتشتغل، وانه هو الشخص ده كده بجميع المواصفات، انت شايف انه هو ماشي وراك متتبعك. انت شايف انه هو متتبعك ماشي وراك، ما بيسيبلكش مسافة تتحرك فيها، على طول ماسك السيف بتاعه وبيراقبك من بعيد، لان كمان البيج اوف سوردس معناه كمان جاسوس، لحد جاسوس بينقل الاخبار. فممكن يكون هذا الشخص
متعلق بيك قوي بزياده، وانت كبرج عذراء ما بتحبش كده، ما بتحبش اللزقه يعني. بيحبني كل حاجه، ما بتحبش اللزقه، وده بيخليك انك تقلب عليه وتقول له بص بقى انا اتخنقت لو سمحت، ما تكلمنيش تاني بقى، او خلاص بقى كفايه كده، مش كل شويه تكلمني انت فين او انت فين. فانت شايف البيج اوف سوردز ان هو مش وراك، متتبعك، بيعمل ايه دلوقتي برج العذراء، فين هو، مش عارفه ايه، نفس الاحوال دي. لكن انت مش، ما اقدرش اقول انك بتحبه يا برج العذراء، انت مش بتحب هذا الشخص، لكن في مشاعر انت معجب بيه، مثلا معجب باهتمامه، كمان الشخص ده بيهتم بيك قوي قوي، واخد باله منك قوي، ممكن كمان يكون بيفرض نفسه عليك، يعني حد دخل حياتك وعايز يرتبط بيك، فبيشجعك، بيقولك بالمصري كده بيحنسك التحنيس، اللي هو ايه مثلا، تعال، زي انه يحمس حد، فهو بيحمسك ان انت تدخل معاه في العلاقة. لكن انت كمشاعر ليه، ما اعتقدش ان انت في مشاعر حب. هو على فكرة هو بيحاول يثبت لك بانه بيحبك، بس ما اعتقدش ان في مشاعر حب. طب هو من جواه هو، على فكرة الشخص ده ممكن يكون عايز يدي فرصة تانية لهذه العلاقة، من جواه هو عايز يمشي بصراحة، عايز يوقف العلاقة دي، هو عايز يوقف هذه العلاقة بالظبط، انا كنت متأكدة من كده. هو شاعر ان انت يا برج العذراء من الاخر كده مش حاسس بيه، وان هو بيشتغل لوحده في هذه العلاقة، وهو من جواه عايز يقطع هذه العلاقة ويبص بقى لعلاقة تانية، خلاص بقى كفاية كده، انا قضيت وقت كبير قوي مع برج العذراء ومش حاسس، او انا بشتغل في هذه العلاقة ومش حاسس، او انا كزوجة بعمل حاجات كتير قوي لزوجي وهو دايما يقول لي انت ما بتعمليش، او مش حاسس بيا، من جواه وعايز يقطعها ويوقف بقى كل اللي هو بيعمله ده، ويبص لحد تاني، يروح يدي بقى الكوين بتاعته لحد تاني. الشخص ده عملي جدا جدا، وما بيخش علاقة يا برج العذراء بيخشها بصدق نية، ممكن يكون بتتعامل مع حد برج ترابي او مائي، والاتنين بيشتغلوا جامد قوي في العلاقات. وبرج العذراء برج ترابي برضو، بس برج العذراء مختلف عن الابراج الترابية في انه احيانا يعني نسبة يعني قليلة في الرجالة بيحب يبقى انتخ في العلاقة شوية. كلمة الانتخة يعني ايه؟ انا خلاص حبيت واحدة، خلاص بقى نكتفي بهذا القدر، يبقى احنا في علاقة خلاص، مش لازم بقى اتعب واروح واجي، لا، هي العلاقة واحدة خلاص، انا دخلت في علاقة ما اقعدش اتعب فيها كتير، ما احفرش، ما بيحفرش برج العذراء، ما بيحفرش. البنات ممكن يكون لا شوية، لا، فهذا الشخص خلي بالك انه بدأ يفكر انه يقطع هذه العلاقة ويوقف، ان هو تعب منك، ممكن يكون تعب من اسلوبك، ان انت بتتجاهل مشاعره واحاسيسه افعاله واتجاهك. هيعمل ايه او هيظهر لك ايه؟ هو هيظهر لك انه زعلان منك، إيه، هو مش زعلان منك، بس هو هيظهر لك بانه متضايق، هيحسسك بانه تعيس تعيس، ولو سمحت اهتم بيا. انت ما بتهتمش بيه على فكرة خالص، ممكن تكون مثلا بيتكلموا مرة في الأسبوع، هو بيفضل يرن عليك ويكلمك وأنت ما بتكلموش خالص خالص، ما بتهتمش بيه، يعني هو يكلمك مرة أنت لأ. فهو ناوي إن هو في الفترة دي يظهر لك بأنه تعيس، مثلا يكتب مثلا بوستات على الفيسبوك، أنا مش مبسوطة، أو أنا مش مبسوط، أنا ليه يا رب عملت كده في حياتي، أنا مش عارفة إيه. هو كمان بيحبك أوي أوي، وممكن يكون هيكمل اهتمام بيك. هو مستقر ماديا على فكرة، وعمليا وكل حاجة، مش هيسيبك والله ما انا سايبك. هو صحيح بيفكر انه يقطع العلاقة، بس هو مش قادر يسيبك، بيحبك قوي، وعايز يبهرك، هو عايز يبهرك، عايز يقولك انا والله اللي انت بتدور عليه، يعني انا الزوج، او انا الزوج اللي انت عايزه. فهو هيكمل اهتمام بيك، هيكمل نفس القعدة. بص هذا الشخص من كتر ما هو
شخص حنون جدا، هو الاتنين كوين، كوين اوف كابس وكوين اوف بنتكلز، يعني اتنين في الطارو بيوحوا الى العلاقة، اللي هو شخص اللي هو متمسك بال، هو ماسك الكوباية وماسك ده، هو مش هيسيبك، هو بيحبك ومستعد يثبت لك بجميع الطرق ان هو عايزك ومحتاج لك، وان هو مش هيسيبك برضو، يعني مهما تعمل انا مش هسيبك. ممكن يكون الشخص ده عارف ان انت فيك عيب، مثلا زي العيب اللي هو انك بتقلب الترابيزة عليه بس هو شاعر بان انت طيب، ومثلا اللي في قلبك على لسانك، في ناس كده بتشعر بده، لكن هو مستعد ان هو يضحي، يمكن يكون عايز يغيرك يا برج العذراء، لان ده مش هنا معناه تغيير، هو عايز يغيرك، هو مصمم ان هو يغيرك، يعني انا هتجوز برج العذراء او هدخل في علاقة مع برج العذراء وهغيره، تحدي، ده تحدي ده طبعا بالنسبة له. هو ايه في حياته؟ هو شخص ما عندوش حاجة غير ان هو قاعد لك يعني قصدي ده قاعد باصص لك، هو مخلص كل شغله تقريبا هذا الشخص لو كان راجل فهو راجل مقتدر جدا وعنده اعمال وعنده كل حاجة، بس هو عنده كل حاجة، هو مهتم بعمله وبيشتغل وكله، بس هو سايب اشغاله او يعني كل شيء عنده، الفلوس والعيلة مثلا، مقتدر ماديا، عنده الشقة مثلا لو راجل طبعا، عنده القدرة ان هو يعمل فرح، عنده كذا كذا كذا، وبس مستني كوباية العشرة، لان دول 9 كوبايات، هو عايز بقى يتجوز بقى او عايز يدخل في علاقة، فهو بقى خلاص منمر عليك يا برج العذراء وعايزك، انا مش هسيبك بقى، وهو هذا الشخص مقتدر كله وقاعد لك بقى كده، انا قاعد مش هسيبك. فهو في حياته ايه؟ هو يعني متميز في حياته وعنده 9 كوبايات اهم، وعايزك بقى يكمل بيك ال10 كوبايات. طيب لو الحبايب اللي هم السناجل بتوعنا، لو في حد جاي في حياتهم، هو اعتقد ال 8 اوف كابس، في حد من ده طلع لكم دول، حد من الماضي، بص لسه بقول على السناجل، حد من الماضي بيراقبك قوي وشاغل تفكيره، انت شاغل تفكيره قوي يا برج العذراء. طيارة بس تعدي عشان احنا المطار جنبنا، ف انت شاغل تفكيره قوي قوي وعايز يرجع لك بأي شكل من الأشكال، وعايز يقول لك بحبك، يعني ما تيجي بقى، وهيجي لك يقدم لك الكوباية، اللي هو ممكن يكون هذا الشخص راح لحد تاني لو انتوا كنتوا في علاقة ثلاثية، فهو ترك الطرف التاني وهيجي لك انت بالكوباية. كان في علاقة هذا الشخص على فكرة، كان في علاقة وسابها، ولان هو عايز الكوباية معاك انت، او لقى الكوباية معاك انت، فده حد من الماضي او حد بيراقبك على السوشيال ميديا وعايز يقدم لك كوباية الحب بتاعته. اتمنى تكون القراءة كانت سهلة، وبصراحة القراءة كانت حلوة قوي وعجبتني، يعني الابراج الترابية قراءتهم حلوة وكلها شغف كده وحاجات لطيفة. برج العذراء بليز ارجوك، هذا الشخص بيحبك، وكنصيحة بقدمها لك ارجوك تعامل مع الموقف بشكل احسن من كده، يعني ان كنت ما بتهتمش اهتم، ولو كنت مش عايز هذا الشخص قول له احسن ما تكون بتعمل معاه الحركات دي، عشان هو فاهمك قوي على فكرة، فاهمك جدا يعني. شكرا ليك يا برج العذراء، اتمنى تكون القراءة عجبتك.